أتكلم وأتحدث عن وزارة الشباب والرياضة كأحد القطاعات اللي شاركت في تلبية رؤية القيادة السياسية للوصول إلى جمهورية جديدة ورسم مستقبل مصر. يمكن في قطاعنا في قطاع الشباب والرياضة قدرنا إن احنا نفك طلاسم فترة الغلق في كورونا على المستوى الرياضي، وقدرنا إن احنا ننظم واحدة من أكبر البطولات العالمية بطولة كأس العالم 2021، وابتكرنا فيها من خلال اللجنة العلمية الطبية الفول بابلز اللي نجحنا ان ناخد ثقة العالم ويجي بعد الانشاءات الكبيرة، واللي رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يعني بعت رسالة من خلال الفيديو كونفرنس وقال بعد اللي عملته مصر هيدرس ونقدر نعمل طوكيو 2020 2021. وده كان لينا فلسفة في استراتيجية الشباب الرياضة، ان الرياضي المنشأ اللي بيمارس فيه ما يقلش بل يزيد عن البطولات اللي بيروح يلعبها بره او المعسكرات، في صالات، في حمامات سباحه، في ملاعب وخلافه. قدرنا ان احنا نوصل لاعلى مستوى من الكفاءه في شكل الاستادات الرياضيه، في شكل الصالات الرياضيه، في شكل ملاعب كره القدم، في شكل حمامات السباحه، اللي ادت الى تكوين قواعد كبيره جدا من الممارسه العامه ثم الاليت سبورتس او رياضه البطوله اللي اثرت في المنتخبات. والحقيقه يمكن خلال الست سنين الاخرى او الاخيره من العشر سنوات هناك طفره كبيره جدا في النتائج، كان اهمها هي تطوير البنيه الرياضيه. من 2018 النصف او الربع الاخير من 2018 قدرنا ننظم 375 بطوله عالم وافريقيا والاقل عربيا على ارض مصر. ده خلى في ثقه في المنتخبات القوميه بصفه خاصه الالعاب الفرديه او حتى الجماعيه ما دون الكوره في يعني المجتمع الدولي والاتحادات الدوليه، وتثق وتشوف مصر حكومه ومؤسسات رياضيه بهذا الشكل وهذا التطوير. رؤيه فخامه الرئيس واهتمامه من البدايه في 2014 لملائكه مصر، وهو الاهتمام غير المسبوق بذوي الهمم اللي اصبحوا قادرين بالخلاف، ويمكن في يوم سنوي احنا كلنا بنتبسط وبنفرح وبنعيط وبنشوف الدولة المصرية عملت تعادل ازاي في ولادنا سواء ذوي القدرات الخاصة سبيشال نيدز للاعاقات الذهنية بمشتملاتها او القدرات البدنية من خلال قطاع كبير جدا وهو اللجنة البارالمبية والاتحادات البارالمبية. كمان تمكنا في الجمهورية الجديدة من انشاء اكثر من 4282 ملعب. هي لما يعني حد بيتكلم بيقول التطوير بيبدأ من هنا، ان احنا نتيح والاتاحة ان احنا يكون عندنا هذا الكم. ده مرتبط بوزاره الشباب والرياضه، طب القطاع الخاص، الانديه، الارقام اكتر بكتير. كم اكاديميه اقتصاديا او مدرسه كوره تم تكوينها؟ الاسماء العالميه لكل الانديه الكبيره بقت موجوده في مصر. ده ممكن ياخد مرحله مستقبليه مع المشروعات القوميه اللي بنعملها زي كابيتانو او ستار اوف ايجيبتس او غيرها من المشروعات الحقيقه اللي بتتدخل كدوله عشان نساعد فيها على التطوير والتنمية المستقبلية. حصلت العديد من المبادرات التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة للحصول على رعاية من فخامة السيد الرئيس الجمهورية، وهي رعاية كريمة أدت إلى أن احنا الحقيقة نطور ونجري وندعم زي أولمبياد الطفل المصري، احتفالية قادرون باختلاف، إبداع للجامعات، إبداع مراكز الشباب، منحة ناصر للقيادة الدولية، مبادرة تصدوا معنا دوري مراكز الشباب مصر، الجمهورية الجديدة اللي هتنطلق يعني بشكل ومرحلة أخرى إن شاء الله يعني من إبريل 2024 لفترة قادمة، كلنا في خدمة بلدنا في أي مكان وفي كل مجال، شبابنا ووعينا وعارفين ومدركين من قضايا الوعي اللي بنقولها للشباب وبنقولها في سن النشأ، إن خلاص إحنا في تحديات العالم كله بيمر بيها، لازم نكون مدركينها، لازم نكون بقدر التغير السريع في وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجودة، استحداث طريقة التفكير المرتبطة بالمستقبل، الوظائف المستقبلية. وزارة الشباب والرياضة أسست بلاتفورم أو منصة مهمة جدا، منصة توظيف مصر مع القطاع الخاص، وقدرنا أن احنا نوظف في الفترة الأخيرة أكثر من 15,000 شاب على منصة إلكترونية. حولنا كل عملنا إلى أوتوميتد سيستم وربط إلكتروني أونلاين، زي ما القيادة السياسية قالت إن إحنا يعني كلما قل تدخل الأيدي البشرية
زادت الشفافية والحوكمة، وزارة الشباب والرياضة كل التحية والتقدير.